موضوعنا اليوم كيجمع ما بين العرس والضريبة، علاش وكيفاش في الجزائر فرضوا على الشباب الجزائري اللي بغى يتزوج وبغى يدير العرس ديالو بنهار 1000 دينار، واللي بغى يدير العرس ديالو بالليل 2000 دينار. الحمد لله في بلادنا ما كيناش هادشي، علاش بغينا نحطوا المغاربه في هذا الموقف ونشوفوا ردة الفعل ديالهم الى طبقات الضريبه على العرس. واش نتوما مع ولا ضد؟ واش غديروه بالليل ولا بنهار؟ هي شنو الموضوع اخويا اللي كتكلم؟ سيدي الا درتي العرس ديالك بنهار ها غادي تخلص 1000 درهم. مرحبا، زيد من السبع للفوق 2000 درهم. نربح انا بنادم لا ما نديروش داكشي، غير باش غنديروه باش نفرش داري. وما ما نديروش انا اصلا وما نخلص لا ضريبه لا والو. حاله وحده نقدر ندير العرس، الا قالوا لي ما درتيش خلص الضريبه. باش لي بان لي انا وشنو غيكون العرس ديالك بالنهار ولا بالليل؟ بحال بحال كيما قلت لك، على حسب الامكانيات. غير عاوتاني واش غاتفق انت ويا ايمت واش بالنهار ولا بالليل؟ على حسب الاتفاق ديال الكوب، فهمتي؟ ماشي غاتجي انت غاتقرر على حسب جيبك. ياك ما الضريبه خلع؟ لا لا ما خلع، لي ما والو. وعلاش؟ خلانيش ما ديروش اصاحبي. ما ديروش اخويا ما ديروش. علاش؟ وانت غير تقول لي بالدولار بالدولار. باش اخويا حيد ضد الضريبه، وإلا غير شحال غيولي حنا اصلا كاين هنا بنادم دريت ما مزوجينش وغيزيدوا يكملوا خرجوا عليهم. علاش غدير عرسك بنهار وماشي بالليل؟ بالليل غالي وبالنهار رخيص. انت مع هاد القضيه ديال انه دار الضريبه على العرس؟ مرحبا. ما عندكش مشكل؟ ما عنديش مشكل، با بروبليم. لا لا لا، دار العرس راه ضريبه نيت. غنخلصوا هاد الضريبه، العرس راه ضريبه. بزاف اشعري، شنو نديروا العرس ونخلصوا الضريبه؟ نهار. علاش؟ حيت رخص من اللي. كذب عليك. ما نديروش. ما نديروش. غنضيع الفلوس في العرس. المراه باغا العرس ودابا ما تمشي تبارك في دار ما خليه بالليل هنا كاع. واخا عاش قصح في الجيب ولكن نخليه باللي زوين. عمر عمر الا قالوا الشباب اللي تزوج نعطيوه حنا الضريبه هما يخلصوا واعر هذا. الله يلا شي تم الله يلا يعطيك الصحه. الله يعاونك. الدراهم تقدر تطلبوا لهم صداق غالي وما تقدرش تقول لهم الدار والخدمه والطوموبيل الى اخره، تعاونوا صافي براحتك. الضريبه 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 ما بغيناش.